بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الخامس عشر اللي خاص بأساسيات السي شارب. اليوم رح نكمل حديثنا عن اللوبس إن سي شارب، بالتحديد رح نحكي عن الفور والفور إيتش لوب. أنا محمد ما هتعرفه. في الدرس الثالث عشر حكينا عن الوايل لوب، وبالدرس الرابع عشر حكينا عن الدو وايل لوب. أما في هذا الدرس فرح نحكي عن الفور والفور إيتش لوب وأبرز الفروقات الموجودة بينهم. تمام؟ طيب خلينا نبدأ بالفور لوب والفور إيتش لوب. تمام. نفترض إنه في عنا array، وهاي الarray كانت من نوع integer، وهاي الarray كان اسمها عملية مين numbers، وكان حجمها خلينا نحكي اللي هو عملية مين 3. تمام؟ أوكي. على النحو التالي زي ما احنا شايفين. لأن نفترض إنه عبينا هاي المصفوفة، تمام، الموجودة عندي، بحيث إنه عبينا أول element أو أول item. أول item بيكون عنوانه عملية مين 0، وكانت القيمة بتاعته اللي هي عملية مين 101. القيمة اللي بعديها راح تكون للايتم رقم 1 راح تكون قيمة مثلا خلينا نحكي 102. بعد هيك راح نيجي نحكي انه عملية مين numbers of mean 2 للعنوان 2 اللي هي راح تكون هي مين 103. اذا لاحظوا ان العملية عندي array فيها ثلاث عناصر. عنوان اول عنصر ببلش من 0 قيمته 101، العنصر اللي بعده اللي هو 102، والعنصر اللي بعده 103. انا جينا بدنا نطبع هاي المصفوفة، في عندي اكثر من طريقة لطباعتها. بامكانك انك تطبعها باستخدام الوايل لوب، بامكانك تطبعها باستخدام الفور لوب، وبامكانك انك تطبعها باستخدام الفور ايتش لوب. تمام؟ خلينا نتعرف، خلينا نعملهم بجميع الطرق. فبالبدايه حتى نطبعهم باستخدام الوايل لوب راح اعرف متغير راح اسميه اي، وكانت القيمه تاعته اللي هي 0. بعديها راح نكتب على يمين الوايل لوب طالما الاي اقل من حجم المصفوفه. تمام؟ كيف بدي اجيب حجم المصفوفه؟ راح نحكي عمليه مين النمبرز دوت مين دوت اللينكث. لاحظ ان عمليه دوت اللينكث راح تعطينا عمليا مين ذا توتال نمبر اوف اليمنتس ان اول dimensions of the system dot mean dot array. ما راح تعطينا مين عدد العناصر الموجودة داخل مين داخل array. طالما ال i أقل من numbers dot length، ما تعملين روح تطبع لي مين هاي الarray. راح نحكي عمليا مين console dot write line لمين لا ال i. تمام؟ طبعا لا ننسى إنه عمليا نضيف قيمة إيش، نعمل increment لمين ال i حتى ما يكون في عندي infinite mean loop. تمام؟ مجرد ما عملية مين كتل و F5 مسك مين هاي الأعداد وعملية مين طبعها. طبعا لاحظ أنه طبع عملية مين 0 و 1 و مين و 2، أنا بدي أطبع مين المصفوفة، بالتالي رح أحكي عملية مين اللي هي أطبع لي مين أطبع لي اللي هي numbers of mean of I زي ما احنا شايفين عندي هون. فلاحظ انه هيك عملية راح يطبع لي مين المصفوفة كلياتها، فطبع لي 101 102 103. شو اللي صار عندي؟ اخذ مين الانيشال مين فاليو. هل الزيرو هي عملية مين اقل من 3؟ الجواب نعم، فطبع النمبر اوف مين 0، نمبر اوف 0 اللي هي قيمتها كم؟ 101. بعد هيك زاد على المتغير اللي هي اي، فصارت قيمته كم؟ 1. قارن هل الواحد اقل من 3؟ الجواب نعم، فراح طبع نمبر اوف 1، نمبر اوف 1 قيمته كان 102، فطبع 102 وهلم جرى. تمام؟ اذا هي باستخدام عمليه مين الوايل مين لوب. نفس الفكره بامكانك ان اذا لاحظ ان عندي هون بالوايل لوب انه كان في عندي انيشاليزيشن للفاريبل، بعدين في عندي كم عمليه مين اللي هي كونديشن. تمام؟ زي ما هو موجود عندي، وكان في عندي عمليه مين انكريمنت. تمام؟ هاي هي كانت مين باستخدام مين الوايل مين لوب. الان خلينا نجي نعملها عمليا باستخدام مين الفور لوب. حتى نعمل بالفور لوب فبنكتب اللي هي مين فور لوب، وهي كلمه محجوزه، بنفتح مين البارنثيسز وبنعرف متغير اللي هو عمليا مين اي من نوع انتجر، من قيمه الانيشال له 0، وطالما انه الاي هي عمليا أقل من مين؟ أقل من numbers dot mean dot length. تمام؟ بعد هيك شو باجي بعمل؟ بضيف للـ i اللي هي قيمة مين 1، وباجي بطبع مين اللي هي بنحكي عن يمين هنا console dot write line لمين؟ لnumbers of mean i. تمام؟ هاي هي العملية بكل مين بكل بساطة. إذا شو اللي راح يصير؟ بالبداية راح نعرف مين initial mean للفاليو 0. هل الزيرو هو عملية مين أقل من 3؟ الجواب نعم، فمباشرة راح يدخل على الكونديشن وراح يطبع number of 0 اللي هي كم؟ number of 0 اللي هي 101. بعد هيك راح يعمل عملية مين increment الفور لوب، وراح تصفي قيمة الـ i كم؟ 1. بعدين برجع مين بعمل مقارنة مين مع الكونديشن، هل الواحد أقل من 3؟ الجواب نعم، فبرجع بطبع number of 1، number of 1 اللي هي عملية مين 102 وهلم جرى. تمام؟ إذا هذا هو عملية مين الفور لوب. لاحظنا عملية بالفور لوب إنه الانيشال فاليو أو الانيشال فاليو للفاريبل والكونديشن والانكريمنت كانوا كلاتهم في نفس السطر، في حين إنه الوايل لوب كل واحدة كانت فيهم على سطر مين منفصل. إذا
خلينا مع 100 100 نوران حتى نتأكد انه البرنامج شغال. اذا لاحظ انه طبع 101 102 103 بدون اي مشاكل. اذا خلينا نحكي ان الفور لوب is very similar to while loop. In a while loop we do the initializations at one place, condition check at the another mean place, and modifying the variable at another mean place اللي هو increment variable. تمام. Whereas the for loop has all of these at one mean at one place. تمام. كل ياتهم اللي هي initial والcondition والincrement موجودين على نفس mean السطر. تمام. طيب خلينا نيجي الآن لموضوع مين ده موضوع الـ for each loop. تمام. حتى نيجي الآن لموضوع مين الـ for each loop راح نكتب عمليا for each. طبعا for each بتعامل مع مين؟ مع الـ collection. collection يعني عمليا group of items, مجموعة من الـ items من نفس مين النوع. طبعا أنا عندي هنا array هي عمليا مجموعة من الـ items والنوع تبعهم هم عمليا مين integers, معناته عمليا collection of مين integer. تمام. معناته حتى تطبع هاي المصفوفة بالتالي راح نتعامل مع مين؟ مع الـ for each. وبالتالي أنا بعرف إنه هاي الكوليكشن من نوع مين؟ من نوع انتجر. فخلينا نيجي نحكي هنا عن إنه عمليا عندي انتجر وخلينا نسميه مثلا i. i موجودة داخل مين؟ داخل الكوليكشن اللي اسمه عمليا مين numbers اللي هي بهاي الحالة array. تمام. تمام. بعد هيك عمليا مين بفتح مين قوس ومباشرة باجي بحكي اللي هي console dot write line. بدي أجي أطبع مين؟ بدي أجي أطبع مين ال i. وهاي هي الجملة. تمام. شو اللي بيصير عندي بالفور ايتش لوب؟ الكومبايلر راح مباشرة راح يطلع على مين؟ على الكوليكشن اسمها نمبرز. راح ياخذ اول ايتم اللي هو قيمته كان 101 وراح يحطه داخل مين؟ داخل الفاريبل اللي اسمه اي ويرجع يطبع لي مين اياه. تمام. هاي هي بكل مين بكل بساطة. طبعا الفور ايتش لوب ليست فقط تتعامل مع مين؟ مع اللي هي الداتا تايب الانتجر. ممكن تتعامل مع السترينج, مع البوليان, مع الكوليكشن كلاسز. خلينا نحكي اذا هي تتعامل مع مين؟ مع الكوليكشن مين كلاسز زي الاري زي ما احنا شفنا في هاي الحالة. ممكن تتعامل مع اللينكد ليست او عفوا مع الاري ليست. ممكن انها تتعامل مع اللي هي خلينا نحكي مع الهاش, مع الكيو, مع الستاك, مع الجينريك. كل هاي الداتا تايب راح يتم مين تغطيتها. تمام. اذا خلينا نجي نعمل مين مين كنترول واف 5 راح تلاحظ طبعا 101 و102 و103. تمام. وبشكل مين؟ وبشكل سريع زي ما احنا شايفين. تمام. اللي بدي احكي لك اياه انه الفرق ما بين الفور ايتش والفور لوب انه بالفور لوب كنت لابد اني اتعامل مع مين؟ مع الاندكس, مع عنوان العنصر. بالتالي في احتماليه انه ممكن يكون عندي هنا عمليه مين اندكس اوت اوف باوند مين اكسبشن, في حين انه بالفور ايتش تمام في عندي في حين انه بالفور ايتش ما في داعي اتعامل مع اي اندكس زي ما احنا شايفين. يعني انا عندي كان هنا ثلاث عناصر لو ضفنا عليهم كذلك ايضا عنصر جديد numbers of mean of مثلا خلينا نحكي 3 بحيث انه بصبح عدد العناصر الموجوده داخل هاي الاري اربع عناصر. بالتالي هل في داعي نغير الفور ايتش لوب؟ لا. ليه؟ لانه عمليا الفور ايتش تتعامل مع الكوليكشن وبالتالي ما في داعي انك تتعامل مع اي عنوان مع هاي العناصر مباشره. طبعا 101 102 103 104. تمام. اذا بدي احكي لك اياه انه الفور ايتش لوب از يوز تو اتريت, بتعمل عمليه من اتريشنز لميل الايتمز تمام الموجودين داخل الكوليكشن. مثلا كان في عندي الاري فهي عملت اتريشنز على الايتمز اللي هم كانوا من نوع مين انتجر زي ما احنا شفنا في المثال السابق. تمام. فور ايتش لوب كان بي يوزد وذ اريز اور كوليكشن اوف كلاسز تمام such as array list, hash table, stack, queue and generic. تمام. طبعا كل هاي المصطلحات راح يتم تغطيتها في الدرس في الدروس القادمة إن شاء الله. تمام. طيب أنا بدي أحكي كذلك أيضا عندي على أيضا مفهوم اللي هو البريك. خلينا نحكي مفهوم البريك ومفهوم أيضا مين اللي هو الكونتينيو. تمام. نفترض إنه في عندي هون عمليا for loop for integer خلينا نحكي i equal خلينا نحكي مثلا من واحد بدي أطبع العدد خلينا نحكي من واحد ولغاية مين العشرين. فراح نحكي عمليا طالما ال i أقل أو قد تساوي 20. تمام. فاروح عمليا نضيف لقيمه مين الاي بلس بلس. تمام. بعد هيك روح اطبع لمين هاي المتغير اللي هو باستخدام الكونسول دوت رايت لاين. تمام. روح اطبع لمين هذا المتغير. تمام. مباشره راح يطبع لمين جميع هاي العناصر زي ما احنا شايفين. طبع لي اياهم من واحد ولغايه مين ولغايه 20. انا بدي اجي احكي مثلا اطبع لي فقط اول 10 عناصر. اطبع لي فقط اول مين 10 عناصر. معناته بدي اجي احكي هون اذا كان اللي هو عمليا الاي بيساوي عمليا مين العشرة. تمام. معناته عمليا اخرج من خارج اللوب بشكل كامل. معناته حتى اخرج من داخل اللوب بشكل كامل راح استخدم مين البريك. ان البريك ستيتمنتس تستخدم للخروج من داخل مين اللوب. طبعا بعد ما يخرج من خارج اللوب بينفذ مين الستيتمنتس الموجودين عندي مين هون. تمام.
اوكي ستيتمنت 1 ستيتمنت 2 اللي هي اي شيء موجود ما خارج ما بعد اللوب بيتم مين تنفيذه. اذا هي عمليه يمين البريك تخرج من خارج اللوب بشكل نهائي تمام. اذا مجرد ما عمليه يمين كتر واف 5 شو اللي راح يصير معي؟ راح يمسك مين اول عنصر اللي هو 1 فراح طبعه. هل 1 بيساوي 10؟ الجواب لا، معناته ما راح ينفذ البريك وراح يروح للنكست مين iteration. تم فراح يمسك 2 نفس الفكرة لغاية ما يوصل لرقم مين العشرة. راح يطبع مين عمليا مين عندي العشرة هون تمام. هل ال i اللي هي العشرة بتساوي 10؟ الجواب نعم. فراح يعمل مين مين break فراح يخرج من خارج مين اللوب وما راح ينفذ اي اشي بعد مين بعد اللي هي العشرة تمام. اذا لاحظ انه وصل لغاية الiteration رقم 10 بعدها عمليا مين خرج من مين من اللوب تمام، زي ما احنا شايفين عندي بالمثال. اوكي تمام. الآن ممكن كذلك أيضا خلينا نيجي نحكي عن الستيتمنت الثانية اللي هي خلينا نيجي نحكي مثلا بدنا نطبع مين الأعداد اللي هي الزوجية. خلينا نحكي مثلا من صفر ولغاية العشرين، وحتى نيجي نطبع الأعداد الزوجية في عندي أكثر من طريقة. بإمكانك مثلا أنك تستخدم مين الإنكريمنت كل مرة تزيد 2، أو بإمكانك أنك تستخدم عمليا مين الريمايندر. فخلينا نيجي نحكي هنا إذا كانت الـ i تمام باقي القسمة تمام عليها باقي القسمة على 2 بتساوي خلينا نحكي 1، معناته انت بتحكي عمليا عن مين؟ عن الاود مين نمبر. في هاي الحالة اعمل عملية مين كونتينيو. الكونتينيو شو راح تعمل؟ راح مباشرة هذا البرنامج خلينا نحكي خلينا نشوف هذا البرنامج تمام. فراح نحكي له هنا كونسول دوت رايت لاين ايكوال اي. البرنامج بكل بساطة شو راح يجي؟ يمسك الاي، الاي بالبداية كانت قيمتها كم؟ 0. فراح يمسك الزيرو باقي قسمتها على 2 هل تساوي 1؟ الجواب لا، باقي قسمتها على 2 تساوي 0، معناته ما راح ينفذ مين الكونتينيو، راح يطبع لك عملية مين 0. بعد هيك راح ينفذ يزيد الاي بقيمتها 1، فراح تصفي اي 1. 1 باقي قسمتها على 2 شو تساوي؟ تساوي 1، معناته شو راح ينفذ؟ راح ينفذ الكونتينيو. الكونتينيو مجرد ما نفذها ما راح، طبعا شو يعني كونتينيو؟ كونتينيو راح يعمل سكيب، معناته ما راح ينفذ اي شيء بعدها، وبنفس الوقت راح يروح على النكست ايتريشن تمام. راح يروح على الاي ايكوال كم؟ 3 تمام. تمام، او عفوا الاي اللي بعدها اللي هي عمليا بتكون عندي هون بهاي الحاله 2 تمام. فراح يمسك عمليا مين؟ 2 تمام. اذا في حاله اذا كانت قيمه الاي 1 باقي قسمتها على 2 تساوي 1، الجواب نعم، معناته راح يعمل عمليا مين كونتينيو. كونتينيو معناته راح يعمل سكيب، راح يعمل اكزيت من مين؟ من هاي الايتريشن، معناته ما راح ينفذ اي شيء بعدها، راح يروح للنكست مين؟ للنكست ايتريشن لإلها. النكست ايتريشنز لإلها اللي هي عمليا مين 2، راح يمسك هال 2 باقي قسمتها على 2 بتساوي 1، الجواب لا، معناته عمليا راح يروح ايش يطبع لي مين اياها، معناته بهاي الحاله طبع 0 بعدين طبع مين 2 واللي مره بعدين راح يطبع 4 6 8. اذا لما يكون عمليا مين الاود معناته راح يعمل عمليا مين كونتينيو، كونتينيو راح يعمل عمليا مين ايش اكزيت، اي ما راح ينفذ اي شيء بعدها وراح يروح للنكست مين ايتريشن لإلها تمام. نكست ايتريشن لمين؟ للفور تمام. في حين انه البريك تمام عمليا كان يخرج من مين؟ من الفور لوب بشكل مين كامل تمام. خلينا نعمل كتر ومين واف 5 زي ما انت عمليا شايف هون طبع 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 تمام بدون اي مشاكل تمام. اذا هاي هي عمليه مين الفور لوب والفور ايتش لوب. اخيرا thanks for listening and have a great day.